في أحد المدارس فيه فريق تشجيع مكون من 5 بنات وكانت قائدتهم بنت اسمها جيني، ولكنها ماتت في حادثة لأنها كانت سكرانة في الهالوين السنة اللي فاتت، وحبيبها اتجنن بعد موتها ودخل مصحة نفسية واسمه بن. وفيه سفاح بيسعى للانتقام من البنات الخمسة دول، وهم بيتمرنوا وبيستعدوا لتشجيع فريق كرة القدم الأمريكية وقائدتهم الجديدة بعد موت جيني اسمها ديانا، وعندهم شاب اسمه هيرمان متنكر لتشجيع الفريق معاهم. بس للأسف فريق الكرة دايما بيضايقوه وهو ضعيف ومش قادر يتصدى ليهم وزهق منهم خلاص. وبيظهر جيف من الشباب الطيبين وبيحب فتاة التشجيع هانا وبيحاول يعترف لها بحبه، ولكن بيتدخل حبيبها بلين ويمنعه، وجيف خايف من بلين لأنه فاسد ومش هيحمي هانا. وبتظهر تينا اللي بتدعوهم لحفلة بعد مباراة بكرة للاحتفال بالهالوين، وقائدتهم ديانا مش هتحضر لأنها عندها تمارين مهمة. والشباب قلعوا هيرمان قناعه وللأسف عمالين بيضايقوا فيه، وعددهم كبير وتدخل جيف وهانا وأنقذوه وسابهم ومشي وهو متضايق وحزين. وبتظهر فيكي هي أخت فتاة التشجيع هيزر ودايما بتوصلها للبيت، والمشكلة إن فيكي وهيزر بيحبوا جاك وهما الاتنين ما يعرفوش. وصل بلين حبيبته هانا لبيتها في المعاد عشان امها مسيطرة عليها دايما، ويحاول بلين يقنع فهانا انها تقنع امها انها تسمح ليها بالذهاب للحفلة بكرة بعد المباراة، وتوعده انها تحاول، ولو حتى امها رفضت هي هتروح الحفلة لانها زهقت من سيطرتها عليها. وضيانا في حمام المدرسة سمعت صوت غريب وافتكرته بلين لانه اصلا بيخون هانا معاها، ولما تروح تتأكد تلاقيه بيرن عليها وكده فيه حد غريب هنا. والمكالمة فصلت وجه السفاح متنكر وهجم عليها بالفاس، ولكنها تصدت ليه وهربت منه وهو كسر تليفونها وسابها تهرب لانه كده كده هو محاصرها. وكل باب تروحه ديانا تحاول تهرب تفشل تفتحه لان السفاح قافل عليها المدرسة كلها، وهم كمان بالليل ومفيش حد موجود خالص. واتزحلقت على مادة لزجة من صنع السفاح وراحت لباب خروج الطوارئ، ولكنه هجم عليها وقتلها نهائيا. وتاني يوم الصبح وهو نهار الهالوين وفي المدرسة لاحظت المدربة راندال اختفاء القائدة ديانا، وده مش من عوايدها وتليفونها مقفول، فاضطرت تعين المساعدة تينا مكانها لحد ما يعرفوا هي ديانا فين. وعمرها ما تأخرت او غابت في يوم مهم زي النهاردة، ومقنع التشجيع معاهم ومراقبهم، وبروف التشجيع الفتيات بدأت والكل مستمتع. وتينا طول عمرها كانت بتحلم انها تبقى قائدة فريق التشجيع مكان ديانا اللي السفاح قتلها. والمقنع مشهور بالقوس والسهام، وهي نهاية بروفة التشجيع، واللي صور البروفة دي هي صديقتهم روبن المصورة. وحتى الآن ديانا لم تظهر، والمقنع هو مش هيرمان، المقنع هو جيف، ويقول لهم هيرمان بعت لرسالة انه مش هيعمل الدور وهو خده مكانه. والصراحة ان السفاح قتل هيرمان لتتبع البنات في زي المقنع. وبيظهر مدير المدرسة وبيشجع الفريق وهو صديقي والد جيني اللي ماتت في حادثة بسبب انها كانت سكرانة من سنة في الهالوين، وطلب من الكل وقوف دي احداد على روح بنته اللي كانت متفوقة دراسيا ورياضيا. وبما ان هانا دي اول سنة ليها في المدرسة فتسأل البنات مين جيني، وكلهم رفضوا يتكلموا، وخصوصا تينا اللي اتضايقت، وقبل ما تمشي تقول لهم ما تنسوش الحفلة بتاعتنا الليلة، ولكن هانا مصممة تعرف. فاستهدفت روبن وحبيبها بوبا لمعرفة قصة جيني، وتحكي روبن لهانا عن الطالبة المحبوبة جيني اللي كانت قائدة فريق التشجيع من سنة، وكمان الصديقة المفضلة لتينا، وموتها مسبب حزن ليهم عشان كده ما بيتكلموش عليه. وجيني ساءت العربية وهي سكرانة بسبب ضغوطات ابوها عليها. وتحكي لها برضو عن بن حبيبها اللي هو ابن زوج ام هانا الجديد، وحاول بن ينتحر بسبب حزنه على موت حبيبته جيني، ولكنهم قبضوا عليه وحبسوه في مصحة نفسية، وبيرسم صورة كل يوم لجيني عشان يهدى ويرتاح. وفي بيت الصديقتين المقربتين لينا وهيزر هم بيستعدوا لحفلة الليلة، وتحاول تحذر لينا هيزر من جاك وحس انه بيتلاعب بفيكي اختها، ولكن هيزر ما تصدقهاش لانه مستحيل يحب اختها وهي فاكرة انه بيحبها هي. ولينا تقول لها خدي بالك وهي حذرتها منه لانه مش كويس. وجيف كمان بيقنع في اخته الداري عليه الليلة عشان يروح الحفلة اللي
كانت تحذرته منها في بيت صديقتهم تينا ووافقت مقابل الحلويات. وتينا عامله مفاجاه للكل بخصوص مكان الحفله، وهي مع مايك حبيبها وبلين اللي اداها المفاتيح بتاعت عربيته عشان تروح تجيب المشروبات مع مايك، وتوعدهم انهم هيستمتعوا في الحفله دي على الاخر. وهنا ابوها مات من زمان في حادثه عربيه بسبب سواق سكران، وامها اتجوزت بعده وتروح تطلب من امها انها تروح حفله تينا، ولكن كل محاولاتها فشلت لان امها نانسي شايفه ان كل اصحابها فاسدين خصوصا حبيبها بلين ولازم تبعد عنه، وهي بتعمل كده لمصلحتها. وراحت لملعب المدرسه وحضروا المباراه وشجعوا فريقهم وكسب المباراه. ولما خرجت مع صحابها بتفكر تهرب معهم ازاي من امها، تلاقيها مستنياها بره ومعها جوزها الجديد ريك وابنه الوحيد بيتر، ده طبعا غير بين اللي ريك ما قالش لامها عليه. وامها سمحت ليها بساعه واحده بس تتعشى مع اصدقائها بمناسبه الفوز، وترجع للبيت بسرعه وتقابل لينا جاك وتحاول تحذره وتطلب منه يبعد عن فيكي، ولكنه ما يهتمش ويقول لها هو هينتقل للحفله وهيحضر متاخر شويه، وشافته معاه فيكي اخت هيزر، ولكنها ما تهتمش، هي حذرتها هي واختها وعملت اللي عليها خلاص. وجاك ركب عربيته مع فيكي ومشيوا. ولينا مع هانا هيلاقوا هيزر جات لهم وتقول لهم انها عرفت مفاجأة تينا بخصوص الحفلة، وهي هتعملها في مكان بعيد معزول في الغابة عند طريق مقطوع في بيت ما فيهوش كهرباء، وده لان الهالوين بيحب الرعب والسفاح كده هم خدموها على الاخر لانهم كده سهلوا صيدهم على ايده. ومايك وتينا جابوا مشروباتهم خلاص، وفجأة يلاقوا رئيس الشرطة جونز جالهم وهو بيدور على بنته السمراء لينا لانه ما شافهاش من الصبح، فيقول لهم انا عارف انها رايحة حفلتك يا تينا، المهم ما تتأخروش في الحفلة، ولأن اختفاء صديقتهم وقائدتهم ديانا مسبب له قلق، ومن نظراتهم كده لبعض شكل فيه سر مظلم بينهم. وبنته لينا أصلا مع هيزر وهانا وبلين ومتجهين لمكان الحفلة السري، وكده بتكون هانا ضللت أمها وخلفت تعليماتها وما راحتش تاكل مع أصدقائها، لا دي رايحة للحفلة اللي كلهم هيندموا عليها جدا وفرحتهم مؤقتة. ومركز الاتصالات في اسم الشرطة بيبلغ الرئيس جونز ان مصحة الامراض العقلية اللي بين محبوس فيها تم اختراقها وهو هرب منها امبارح بالليل، يعني ده وقت مقتل ديانا في المدرسة يا صديقي. وتقول ان الدكاترة لاحظوا سلوك عنيف منه قبل هروبه وهو هيروح يتأكد بنفسه، وبوبا وحبيبته روبن المصورة وجيف معاهم منطلقين لمكان الحفلة هما كمان ومستمتعين على الاخر. وراح جونز لحفلة هالوين المدربة رندال ويقول لها هل ديانا ما قالتش ليكي انها مسافره مثلا، ورندال تنكر وتقول ديانا هي قائده فريق التشجيع في المدرسه وبقالها سنه وعمرها ما غابت او اتاخرت. وكده شاكك جونز ان بين اللي هرب من المصحه ليه علاقه باختفاء ديانا، وكده كمان بنته لينا في خطر والشباب كلهم وصلوا للبيت المعزول في الغابه وهو قديم ومهجور لسنين ومش خايفين. وتلاقي هانا ان تليفونها مش معاها ويقول لها بلين اكيد انت نسيتيه في المدرسه، بس مش مهم كده كده مفيش شبكة تليفون هنا خالص في المكان وهيدخلوا للبيت لبداية المرح. وراح جونز البيت ريك ويقول له ان ابنك المجنون بين هرب من المصحة، وهنا تكتشف نانسي سر ريك اللي خباها عنها بخصوص ابنه المجنون ويقول لها لانه مريض ومحبوس في المستشفى فمرضتش اقولك. ويطمن ريك الشرطي جونز ويقول له انه هيروح يدور عليه وابنه بين عمره ما كان عنيف وهو هيلاقيه وهيرجعه للمصحة من تاني. وفيكي مع جاك في وسط الغابة المعزولة لوحدهم، وسألت فيكي جاك ليه هو اختارها هي بدل اختها هيزر، ويقول لها لانه بيعتبر ان هيزر هي ام ولكن سنها صغير وهتتحكم فيه وهو ما بيحبش كده، هو بيحب الحرية وهو مستعد يضحي بنفسه من اجل فيكي. ويقول لها انه بيحبها وما بيحبش اختها هيزر، ونجح يضحك عليها بالكلمتين دول. وبيحاول بلين يخلي هانا تشرب المشروب الكحولي ولكنها رفضت لانها من ساعة موت ابوها على ايد سواق سكران هي خدت عهد على نفسها انها مش هتسكر نهائيا. وجيف بيحاول يتدخل ويمنعه بلين ويصده، وفي الاخر برضه هانا ما شربتش المشروب. وفي البيت ولعوا الشموع والمصابيح
مصابيح وكفاية عليهم ضلمة لحد كده، وتلاقي هيزر ان صديقتها المقربة لينا جابت لها سكينة كهدية في الهالوين، وهي ما تعرفش ان السكينة دي مش هتحميها من السفاح اللي مستنيهم في الغابة ولا حتى اليقطينة البلاستيك دي، وساعدتهم على وشك ان تنتهي. والسفاح مستغل ان فيكي وجاك لوحدهم في الغابة، وحضر السهم والقوس وقتل فيكي، ونفذ جاك وعده ليها وجري بسرعة من السفاح اللي حدفوا بالفاس وقتلوا. والشباب بيحكوا قصص الهالوين المرعبة الخيالية، والسفاح الحقيقي جاي لهم، ويحاول بلين ياخد هانا ويتمشوا لوحدهم بس رفضت، واصحابها كمان منعوه لانهم عارفين انه فاسد، وسابهم ودخل البيت. وحست هانا انها لازم ترجع بيتها لان الوقت اتأخر، وهتقول لبلين وتمشي على طول، واصحابها هيمشوا معاها هي كمان. ولما تيجي هانا تدخل البيت تسمع كلام بلين مع مايك وتينا كمان بخصوص علاقته مع ديانا وخيانة هانا معاها، حتى انها اكتشفت انه سرق منها تليفونها عشان ما يخليهاش تكلم امها وتيجي تاخدها من الحفلة وتعرف المكان. ولما كشفته على حياته هي نهت علاقتها بيه، ولما اصحابها عرفوا اتضايقوا وهيمشوا معاها. ولما حاول مايك يهديهم يلاقوا السفاح ظهر، وكانوا فاكرينه هيرمان الضعيف وبيهزر معاهم، ولكنه حدف سهم على لينا وقتلها، وحاول بوبا يهجم عليه ولكنه فاشل، والسفاح اصابه ودخلوا للبيت وقفلوا على نفسهم. وبما ان محدش عارف انهم هنا وكمان مفيش شبكة تليفون، فكده محدش هيدور عليهم ولا هيعرفوا يطلبوا المساعدة. والكارثة ان تينا تكمل قصة جيني لهانا وتقول لها انها ما ماتتش، بل هم اللي قتلوها لما كانوا سكرانين من سنة، وروبن بتصورهم كشاف الكاميرا بالغلط جه على وجه جيني واختل توازنها ووقعت على راسها وماتت. وبما ان جونز والد لينا كان هو رئيس الشرطة، فطبعا حمى بنته من السجن وساعدهم في تلفيق القصة دي، واكيد السفاح هنا للانتقام منهم. وجيف يقول لازم نوصل لمفاتيح العربية اللي وقعت برا البيت، فعشان كده هيقسموا نفسهم لمجموعتين، هيروح هو مع هانا في المجموعة الاولى لتضليل السفاح لابعد مسافة ممكنة عشان يدوا فرصة للمجموعة التانية اللي مكونة من تينا ومايك للبحث عن المفاتيح. وهتقعد هيزر وروبن في البيت مع بوبا المغمى عليه، وبلين خايف جدا وهيقعد معاهم. ونجحت هانا وجيف في مهمة تضليل السفاح، وتينا تقول لمايك انهم لازم يهربوا لأقرب تليفون شغال وينقذوا صحابهم بعدين، ولكنه رفض وهو مش هيسيب صحابه. والسفاح فرق بينهم وهجم عليهم، وتينا هربت والسفاح بيجري ورا مايك، ومايك وقع والسفاح حصره وقتله بالفاس. وحبيبته تينا هتحصله قريب، وهربت لبيت قريب وخبطت على الباب، والست العجوزة مرضتش تفتح لها لانها فاكرة انها سكرانة وبتعمل فيها مقلب الهالوين، وتقول لها انها هتكلم لها الشرطة. وجريت تينا تستخبى والسفاح وراها بيطاردها. ودخلت الكازينو المهجور في المكان وسمعت صوت السفاح واختبأت منه، وكل مكان تستخبى فيه تلاقي السفاح بيدور عليها. ولما حست انه اختفى خلاص جريت وتحاول تخرج من المكان، ولكن السفاح ضللها ووقعها في الفخ وقتلها وخلع راسها وهيحتاجها بعدين. وصلت هانا وجيف لمبنى قديم، وهتدور هانا جواه على ادوات للحماية او تليفون شغال، وجيف هيدور حوالين البيت. والشرطي جونز تلقى من اسم الشرطة والست العجوزة بخصوص تينا، وبكده بيكون جونز عرف مكان الحفلة اللي بنته فيها، وللأسف ما يعرفش انها ماتت خلاص وهيروح لهناك بسرعة. ولحظة هيزر وروبن تأخر زمايلهم عنهم وحسوا بالقلق، وطلبوا من بلين يسترجل ويخرج يستكشف، ولكنه رفض لانه مش هيضحي بنفسه عشانهم وهو مش عايز يموت. فما كانش عند روبن حل غير انها تخرج هي تدور على المفاتيح عشان بوبا حبيبها مصاب، ولقى جيف مسدس بس فاضي وما فيهوش رصاص، وتقول له هانا مش مهم، المهم اننا نخوف به السفاح وخلاص، ويحموا نفسهم منه. وحضرت روبن نفسها للخروج وهم متضايقين من ضعف بلين بطل فريق كرة القدم الامريكية، ولما خرجت بتكون هي الفريسة المفضلة للسفاح يا صديقي، لان كشاف كاميرتها تسبب في مقتل جيني ولقت المفاتيح، والفرحة لم تكتمل. والسفاح ظهر وجريت للعربية وخافت منه، ولما هجم عليها سابته في العربية وجريت، وهو حصرها عند الشجرة وخبطها بالعربية وقتلها. وكل ده وهيزر شايفاه، وبسبب خوف وضعف بلين وإصابة بوبا فهي كده ما عندهاش حل غير انها تخرج هي وتوصل للعربية. وضمير بلين لسه ما فاقش برضه، وفاكر انه كونه داخل البيت وقافل على نفسه فهو كده في امان.
لكن للسفاح رأي آخر، وبلين معاه حبوبه المهدئة وفي الحمام وقعت منه فنزل يدور عليها، وساعتها السفاح دخل للبيت وبلين مش واخد باله ومشغول في البحث عن حبوبه المهدئة، والسفاح هجم عليه وحط راسه في الحمام عشان يدور على حبوبه أحسن، والسفاح قتله ومعاه راستينة وهزر وصلت للعربية، بس بسبب انها خبطت في روبن والشجرة العربية قتلت خلاص وهتحاول توصل لمكان فيه شبكة تليفون، ولكن تلاقي سفاح قدامها ومعاه شوكة الزراعة الكبيرة ومحاصرها وهجم عليها وقتلها عشان تحصل اختها فيكي ومش باقي غير هانا وجيف بس، ورجعوا للبيت بالسلاح الوهمي وملاقوش حد خالص غير بوبا المغمى عليه لان الكل اتقتلوا خلاص، وراح جيف يتأكد من البيت ويتطمن ولقى جثة بلين وراستينة وترعبوا وكده لازم يخرجوا من هنا بسرعة وسابوا بوبا، والسفاح هجم على جيف واغمى عليه وحاول يهجم على هانا ولكنها هربت منه من سقف البيت ومنه للارض ومنه للمزرعة واستخبت لحد اما السفاح ما نجحت هي تضلله وانطلقت للعربية ولقيتها مش شغالة، وراحت تدور على سلاح للحماية ولقيت خشبة حادة وبيكون بوبا فاق ورايح لها عشان يعرف ايه اللي حصل، وهي حست بيه وافتكرته انه السفاح وهجمت عليه وقتلته، والشرطي جونز وصل ومش مهتم غير ببنته لينا، والسفاح جاله ويقول له هتحصلها في الموت، وحاول جونز يضربه بالنار ولكن السفاح تصدى ليه وقتله، ولكن جونز نجح يخلع قناعه، والسفاح مش بن يا صديقي، السفاح هو ريك ابو بن، وجريت هانا للمسدس بتاع جونز وتهدد ريك ويقول لها انه عمل كده للانتقام من الشباب اللي دمروا مستقبل ابنه بن، ليه هم يستاهلوا يعيشوا حياتهم في سعادة وابنه الطيب بن يعيشها في مصحة نفسية مليانة بالألم والمعاناة، وامها نانسي تظهر وهي مش ملاك يا صديقي، هي متفقة مع ريك انه يقتل كل الشباب دول لانهم فاسدين زي ما قالت لهانا في الاول، وكده هي حمتها منهم وهيسيب بنتها هانا حية، وكل التهم دي هيلفقوها لبن المجنون، وبما انه مريض نفسي الشرطة مش هتقدر تعدمه، كل اللي هيعملوه انهم هيرجعوه تاني للمصحة النفسية، ولكن ريك يقول لها بما ان هانا شافت وشي فخلاص الاتفاق اتغير، وهجم على مراته وقتلها وهي ضربته بالنار قبل ما تموت بس لسه حي، وهانا لما جريت لقيته بياخد الجثث عشان يخفيها وفجأة ضللته وحاولت تهجم عليه ولكنها فشلت، فيظهر جيف بعد ما فاق من الاغماء ومقدرش على ريك السفاح، ولكن هانا تاخد سيف السفاح وقتلته بيه نهائيا، والشرطة والاسعاف وصلوا لمعاينة الاضرار، وهانا فرحانة انها في امان وكمان صديقها جيف، ومصدومة في امها وجوز امها ريك السفاح، ولما تسأل المحقق عن بن هل هم لقوه ولا لا بعد هروبه من المصحة فيقول لها لسه هيدوروا عليه، وبكده الخطر لم ينتهي وبين هينتقم من هانا لقت لها الابوه السفاح ريك، وهينتقم من جيف لانه كان واحد من الشباب اللي تسببوا في مقتل حبيبته جيني، وللأسف يا اصدقائي الفيلم ملهوش جزء تاني، ودي نهاية الملخص.